شخص آخر بعد انقطاع طويلة أمونج أس. إيش هذا؟ بلع النخرورك أتمشك في ريحة. لحظة إيوه والله أنا في ريحة. إذن أبوغ عالش تعال الصف تعال الصف يا حمار تعال الصف. أنا أقول في واحد ناقص اليوم يا جماعة الخير. طورنا كالآتي: عندنا خاصية اسمها خاصية ايرون مان. في اللحظة اللي اضغط فيها هذه الخاصية اذا انت امبوستر بوم تتحول الى ايرون مان. عندك خصائص مرعبة مرعبة. الان اوريك الخصائص كالآتي يا جماعة الخير اللي عند الامبوستر. اول شيء الليزر، خاصية الليزر اقدر مثلا استخدم الليزر كذا اروح عند صهيب واضغط كليك يمين وانت امه. هذه الخاصية الأولى، خاصية الليزر. الخاصية اللي بعدها خاصية التراب. التراب مثلا ابعد رامي شوي، حط مثلا على المدخل هذا التراب، أول ما يدعس رامي أو مر من جهته بوم رامي يتجمد يصير بمكانه ما يقدر يتحرك، خلاص ينتهي من الجيم. هذا التراب أي واحد يدعسه. الخاصيتين الأخيرة الاختفاء، أقدر أختفي لمدة 3 ثواني سريعة حق زبنة، هذا الاختفاء. ثم عندنا انرجي بول، هذه انرجي بول أرمي كورة أبغى أجربها على واحد بس. صايب مرة ثانية بجرب عليك ابعد. كهربني. 1 2 3 انرجي بول يصير. يا ساتر تموت خلاص. 10 ثواني ما اتحرك. تثبتك بمكانك. عايش. اوه نايس. هاي تعلق الواحد حلو حق تدبين. والخاصية الاخيرة يا جماعة الخير اللي هي الصاروخ، بيدي صواريخ اقدر اجي مثلا هنا القم امكم بالصواريخ. بسم الله القم. يا ساتر يا عيال يا ساتر. هذه خصائص الامبوستر كلها. ما عندك تصوت خاصية الصواريخ تلقى ما تصوت. طيب اسمي بالله اطلع برا الماب. اقدر اطلع الماب بشخصية. تطير نايس نايس. عشان ما نطول عليكم يا جماعة بنسمي بالله ونبدأ الطور. ولا تنسى اللايك عزيزي المشاهد الأمونج، ترى هي اللي تحمسنا. تأكد انك ضاغط واشترك بالقناة. علامات الشباب تحت رامي مسؤوليتك. واسكس بي في كل مكان وزمان. توكلنا على الله. ما عليه اول جيم تحجير وتعريق. بسم الله يلا بدينا ملي ما تحرك بداية الجيم. زيادك سرامي واقفين في البداية. اوكي قاعدين يدورون. طيب ريحة عصير رمان اكيد. ايش انت ما تسكت. عيال مهام كثيرة مرة. يا ساتر اطير اطير برا فوق. روح برا. طيب هنا يقول هنا ليزر وهنا مسولي صاروخ. ما طفى الكهرب بداية الجيم ولا في أي سبوتاج صار، معناته أن الامبوستر شكله سبك. مودي وزياد مع بعض داخلين الإلكتريك. رامي زل من تحت في النكيو برضو تحت. طيب أوكي أبي أعطي الصاروخ هذا أي أحد، أي كائن من الأكنان. ياه يا عيال يلعن أم اللعبة. دخلت على الالكتريك لقيت فيه 3 واقفين وايرون مان عندهم ما هو عارف يسوي ايش، قاعد بلفلف يمين وشمال. فقلت قبل ما يقتل واحد هنساوي تصويت. طيب يا عيال عندي فكره ايش رايكم نطلع صهيب دمنا ساكت. لا بما انه رامي حكى ما ذبحش مش عارف يذبح معناته مش انا يعني. طيب مودي وزياد واذن ابو خالد تكلم. ابو خالد مسوي ميوت. انا مسوي ميوت قاعد اسولف من اليوم. ايوه يلا تكلم. ها يا عيال وقف ممكن تعطوني صوت رجاء؟ زياد انت وين كنت؟ انا معك على عيني وراء. لا تقعد تشبكني. انت وين كنت؟ انا اسمع عشان انا وانت ومودي الثاني. أيوة. بريئين احنا كنا مع بعض وجاء ايرون مان. احنا بريئين. لا عصيده يا عيال طلعوا معلو مرتحت له. يعني ام التصديم يا عيال قاعدين تصدمون والله. طيب اول بدايه جيم في تصديم مش طبيعي. انا في واحد فيكم قاعد يترول ما ادري من اللي يترول. في واحد قاعد يطق تدري من الامبوستر. يا معلو لا يكثر يا معلو والله ما ادري وين الله حاطك. سكيب يا الله. هذا ابو شايع دائما يطلعها من اي يمسكب. هذا عندك اتهام يا الاذن. عندك اتهام يا الطوب يا المحروق. اسمعون مني حبيبي ما تقعد تتهم. قاعد تقول معلو مو موجود المكان كامل. معلو عندي انا اعلمك يا معلو. انا قاعد اتسكب على طول. حط ميوت انت يا زبده. في ترولة والله يا الامبوستر ضايع.
أنا شايل واحد للحين. هذا من هو؟ طيب أوكي هذه جديدة علي. سلام يا سبايدرمان، سلام سلام يا سبايدرمان، سلام سوبرمان قصدي سبايدرمان يا اخي القمل. لا يا شيخ والله نفرت فيه. اوكي نواف، نواف بريء، نواف بريء، نواف بريء، نواف بريء، نواف بريء، عمر فهد بريء، عمر فهد. بالله يا عيال الله يعطيكم العافيه، اعطوني صوت. يلا يلا. عمر فهد. هلا. على عيني وراسي انك قريب وتقرب لي وكذا، لكن ايش كنت تسوي فوق الجثه عندك؟ ما صوتها. انا عند ابو شايع. صبر، جايني من فوق. انت جايني من فوق، انت جايني من فوق. اوكي سلام. انا اللي بقول لكم اللي شفته بالكامات، اللي شفته بالكامات كالاتي: ايرون مان تحول من فوق ونزل على الاقصى اليمين، اللي معلو طالع بوجهه ويفقع معلو فوق ويلحق ايرون مان. في اللحظات هذه كان تحت ان كيو، ان كيو بريء، بريء براءة الدم. قعدت اراقب شوي، قعدت اراقب شوي، فكيت الكامات، جيت ابغى اطلع الابر انجن، لقيت نازل لي عمر فهد من فوق، لكن ما ادري جثه وين، ما ادري جثه من وين. يا سلام تفهم، انا اشرح لك الجثه وين. الجثه وين؟ عمر فهد من فوق اقصى اليسار، والجثة يمينة حبتين شوي، وعلى بال انه يسوي مهمات. الجثة وين؟ انا جاي من تحت، انا نازل، ممكن شفتني يا ابو شايع بالبداية الجيم، نزلت من تحت وسويت المهمة اللي يعني رجعت الاقصى اليمين فوق، وارجع ولقيت الجثة بوجهي وعمر فهد قدامها. انا كنت في الكافيتيريا. لحظة، عمر فهد كان قدام الجثة وقت الريبورت لانه كان عندي. حلو، تكلم تكلم انت. عمر فهد شفته انت ذبح قدام عينك؟ ابو انا ما شفته، بس انا جيت الجثة ولقيت عمر فهد على باله انه يسوي مهمة فوق يسار. بس انا بالنسبة يا عيال هذا بس هذا يا لحظة مو ابو خالد، ابو خالد عليك سس ابن الذين، سس عمر فهد علينا. شلون عمر لا عمر فهد عندي؟ انا ابو خالد شفته. طيب اجل من كان فيه، اجل ما في الا انك هو اللي قاعد تبريه، ممكن انت البشيبول. يا قلبي يا عيال يصدم. يا اخي هذا يصدم، قاعد اصدم يا عيال. يا عيال انا قاعد اشرح لك معادله الان، خليك معي. هام ارم، شايف مودي، شايف مودي وان كيو زياد لما كان ايرون مان بالكهرب. يا سلام. طيب ابو خالد مكان جثه وين؟ مكان جثه وين؟ مكان جثه وين؟ كنت لحالي قاعد ادور، انا لحالي قاعد ادور في الشيلد. اقسم بالله ما تحقق الاذن، والله العظيم ما تحقق. انت قاعد تسكت يا اللي قاعد جثه، وش تبي اسوي؟ ارقص فوقها اوت يا اخي. التصديم والله قاعد يصدم، لا يعرف يحقق، ما يعرف يقول هو اللي مسوي سيلف ريبورت. مش يصدم باذنه. انت يا دقن كثيف. يبقى عمر فهد، ابغى ابري عمر فهد، ابغى ابري عمر فهد الراوند هذا. ايش بيسوي مهام؟ اوكي اسلاك، في اسلاك، يب في اسلاك. طيب عمر فهد سوى مهمه. ابا يرون مان قاعد يفر. يا عيال طلعوا مودي والمباستر. والله ما ابي احلف. طيب اوكي يا عيال، ايرون مان يا انه رايد يا انه مودي، واحد سوى حمار ضايع. طيب انا بقول لكم، انا بقول لكم كنت شاك بعمر فهد للحظه، قلت ممكن ابو خالد ضايع، ما يدري صدق ضايع مسكين. جاء عمر فهد نزل معي اقصى اليسار، مسكت الكامات فتحتها، قاعد اشوف ايرون مان يتمشى بالنص، يتمشى جنب صهيب، يتمشى جنب مودي، قاعد اشوف كل الناس. طيب حبه حبه، اوكي عشان حبه حبه. طيب الان اللي شفته انا كالاتي، وانا فاتح الكامات ايرون مان قاعد يتمشى في نص الماب كانه واحد سوح. ممكن ان هنا بتهم زياد، بس زياد مستحيل، لان زياد مو بسوح للدرجه هذه. اخلصها عليك ابو شايع، اخلصها عليك. خلص ابو خالد، اخلصها عليك. إيه؟ خلاص يا رايد، رايد كفايه، خلاص كشفونا والله. صوت على رايد، صوت على رايد. ويكلمني في الواتس يبيني، يبي يقول كمل عشان عشان المحتوى. رايد معلي معلي، صوت على رايد. دقيقه يا عيال، هم اثنين حراميه ولا واحد؟ شفت مسوي مجنون، عرفت؟ احسبنا مع خايف واحد امبوستر يا ابو خالد، ما في الا واحد امبوستر يا ابو خالد. ايوه شفت كيف؟ يا رايد صوت على رايد، صوت على رايد، صوت على رايد، صوت على رايد. لا 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 ابو بنا، اي عادي. اوكي 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 اوكي، يلا 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 خلاص. صوت ابو نواف، صوت نواف. الله ياخذكم، صوت على صوت، الله ياخذكم يرحمي. يا عيال مبوس، يا عيال مبوس، ابو امبوستر واحد، ابو خالد امبوستر. مين مين؟ ابو خالد يا امير. ايش سويت؟ الله اكبر.
الله يوفقك. والله انه والله انه والله انه والله انه ما شاء الله تبارك الله. فصخ الدرع يلا بر يلا بر لا يخرب يلا يلا بر بر يا عيال. كل واحد يصوت ويمد اصبع رجله في اذني كذا لاني ما عرفت استخدم والله اني دريت بسم الله. طيب احمد خلك طبيعي مهام ممتاز. تفضل مهام. ايش عندنا؟ الاسلاك وعندنا البطاقه. بسم الله. مات اراقب الناس من راحوا. عمر معلو كمات شوي بس شوفوا ما كلهم عشان تحق على راحتك. ايش في يا عيال طلبتكم. معليش انا بس معليش حبيبي معليش. اذا ما طلع معلو الان يا ابو خالد يا عيال بقنعكم. طيب يا اخي يلا اذا ما انت مركز معي. احنا نظامنا قبل الانبسيبل ما يتحرك بسرعه. اوكي الرجل معلو تاكي ليه تحرك له كل شيء مو عارف يستخدم الديناميت نهائيا. طيب ابو خالد بيصدم. بخلي مودي. نعرف الانبسيبل ذولي يعلموني فيها العبها يوم امريكا صنادق. قفل هنا. رماب رايقين. ابغى المهام عندي تجي ابغى اقول ايش الوط فيهم. ليزر مثل اوكي ابصيت واحد. وين الباقي؟ كيف اغير بالكام؟ ايرون مان وين بصيت واحد. الكامات شغالة. خذ هذه مني. شافوني. طب الكهرب. اوكي الكهرب طافي. يا زمان حركت. ايش صاير؟ السلام عليكم. بعد دبل كل. طيب قبل التبريه الان بسأل عن الاماكن على السريع. مودي مكانك بالنافيجيشن. اللي كان ماسك الكامات وفكها زياد صح؟ لا مين اللي كان ماسك الكامات؟ انا في الكامات ورجعت تحت. نزلت كل الشباب طلعوا من حق الانوار عدا في اثنين. ابغى اللي كان ماسك الكامات مين؟ رامي. انا كنت ماسك الكامات. طيب انا عند الكام. الجثه عند الابر انجن. اول ما جيت من الكافيتيريا دازلين الابر انجن ما قبلت ولا واحد بخطي لكن الكامات كانت شغاله. في اما ان القاتل شاف واحد وما تكلم يا اما ان واقف يسوي نفسه مجنون. تكلم. اسالني انا ببري شخص معلو بريء ومودي بريء. قلب يا شيخ. طيب انا اللي كنت بالكامات. حلو. واللي ذبح عمر مودي. مودي من كم اخر مره قدام؟ مودي 10. مودي 10 ولا اذن؟ لا اذن. ليه انت عامل مباشر علي؟ ليه شايفني اقتل انا؟ يا عيال ركزوا معي بسيطه. اذا ما طلعوا طلعوني يا عيال. كفايه والله يا عيال. الله انا مالي دخل. انا صوت تام مباشر. انا ما دفعني قبل شوي لازم اخذ حقي. يعني وشو؟ اها يا عيال الرايد مو بالقاتل. رايد مو بالقاتل. لا نصدم. هذا وجهه كذا وجهه كذا عرفت؟ كذا جاي الوجه. كيف ينام؟ يفسخ راسه يحطه في الصاله. اول ما يفسخ راسه خلاص. اوكي رايد صدم. رايد شخصا صدم. بسوي حركه الان. ابى اطفي الكهرب وبكهرب الشخص اللي ماسك الكامات وبذبح واحد بالابرنجه ولا اورنجه. بحاول. بسم الله. اوكي بكهرب واحد. انت الكهرب. مودي كهرب. ما بزبل ليزر. الانوار طفت تقريبا. كلنا كنا موجودين. احمد وين كنت؟
انا احمد ومودي 10 انا 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 باللوج انا باللوج وشفت واحد اقصى اليمين وشفت واحد يتحرك يا عيال بثلاث اماكن اللي شفته اتوقع انه مودي ماني متاكد لكن في واحد اقصى اليمين بقول لكم ليش قلت مودي ثواني في واحد كان يتنقل بثلاث غرف بشكل سريع مره وكانوا في اربعه مع بعض بالالكتريك والكهرب طافي فتوقعي ان القاتل كان طاير يوم طفت اللمبات رجع نفس مكان واقدر ابري واحد اقدر ابري مودي لانه كان اقصى اليمين اذا بتبري مودي بمعنى ان هذا انت إن اللي كلنا احنا اللي في الالكتريك ترى كنا انا ورايد وصهيد ومعلو ايوه وبقى زياد وبقى مودي وبقيت انا وبقى ثلاثه تمام وفوق هذا كله اذا انا القاتل على كلامك وانا اللي كنت اطير على كلامك كيف بعرف ان مودي يسار شلون يمين عفوا كيف بعرف بقول اطير يسار ويمين ما اقدر انا باللوك قلت لك اللي شفته مودي كان شاطفني رايح اقصى اليمين ثم باقي نفس مكانه وعطيتك اعطيتك بالضبط عدد اللي كانوا بالميدبي عفوا على عدد اللي كانوا بالالكتريك اعطيتك مكانهم بالضبط اكبر واحد هنا وطلعت مودي ليش ما طلع احمد فلذلك خطل احمد انت بتقعد تترول لا ترول يا رايد يا عديم الكفاءه يا الضايع احمد ربك احنا مخلينك يلا طلع وضعي صعب مره الجيم مطروح يا اخي ماسكين سراوي البعض العيال مره ماسكين سراوي البعض رايد ايزي تمام رايد ايزي اضمنه رايد ايزي اضمنه مره تمام نواف لازم اطيره بيقعد ينبرش كثير اتيم مع رايد يا عيال اتيم مع رايد والله لو اتيم مع رايد بفوز ثاني مستحيل تعال رايد انا ابريه رايد بريء يعني سوى حركه قدامي تو جاوبني بريء احمد اقول لك شيء ضامنك مو ضامنك تكفيك الى ابعد درجه بس يوم الحركه ذيك ضمنت ايوه ابى اقول لكم ايش صار ابى اقول لكم ايش صار ابى اقول لكم ايش صار عشان تعرفون ايش ضمني رايد رحت معاه المدبي يا عيال تمام تقفلت علينا الابواب كان يحسب اني بأذبحه وانا بالمدبي نزلت تحت عند المهمه اللي فيها انيميشن عرفتها صهيب اللي فيها انيميشن سويتها قدامه تبون تصوتون علي صوتوا علي بس انا قلت لكم الان اني انا ضامن رايد رايد ضامني شلون 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 انت بس زياد قدامي كهرب لي طلع شك بسرعه بلعن طيبي والله اني قلت حسيت والله طلع شنج والله ما خليه الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا شيخ هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع اقسم بالله توبه اصور مع الحمير ذول يا عيال فاهمين الموضوع طقطقه ما في اي جديه بالموضوع رايد يترول من البدايه ابغى تيم معاه وش وضع هجت ويقلب علي تعبت والله العظيم تعبت اتمنى سمعتوا بالطور اتمنى سمعتوا بالامبامونج الله يسعدكم انا ماخذ بريك يا جماعه بسيطه من البثوث اتوقع اني تكلمت في السوشيال ميديا بس في يوتيوب ما تكلمت وبرضه باليوتيوب بكون مهدي شوي لاني ماخذ اجازه تابعوني على السناب تحت الله يسعدكم صلوا على محمد لا تنسون اللايك وفيكم على الروابط اللي تحت السلام عليكم